نجم متعدد المواهب، يقفز ممسكاً بالحبال ويصعد الأبراج المرتفعة لينقذ العالم من الأشرار، هكذا يراه جمهوره، فهو الرجل العنكبوت الخارق والنجم توبي ماغواير، أحد أعلى الممثلين أجراً في هوليوود. لكن خلف ذلك كله هو أيضاً الفقير الذي بنى لنفسه مكانة فنية كمنافس على الشاشة الكبيرة، فما قصته؟ ولد توبياس فينسنت ماغواير عام 1975 لويندي براون التي كانت تعمل في الإعلانات ولم تتجاوز 18، فيما كان والده طباخاً وعامل بناء في 20 من عمره قبل أن ينفصل وهو لا يزال في 2 من عمره، ما أثر عليه نفسياً ومادياً، حيث كانت والدته تعتمد على قسائم الطعام والتأمين الصحي الحكومي، ولطالما اضطر للنوم في بيوت الأقارب والأصدقاء لعدم امتلاك أي من ذويه منزلاً. عندما أصبح في 6، وجهته والدته للعمل بالإعلانات التجارية، ورغم أنه كان يفكر في العمل مبكراً أو أن يصبح طاهياً مثل والده لكسب النقود، دفعته والدته لأخذ دروس في التمثيل، وأعطته حينها $100 من أجل ذلك عندما كان في 12 من عمره. ترك توبي دراسته الثانوية للظهور في عدد من العروض التلفزيونية قبل أن يحصل على بطولة كوميديا غريت سكوت عام 1992، التي وبالرغم من إلغاء عرضها مبكراً كانت بداية جيدة له، حيث ظهر في أعمال ناجحة بعدها قبل أن ينسحب من بطولة فيلم إمباير ريكورد في منتصف الطريق بسبب إدمانه الكحول. بعد العلاج التأهيلي عاد توبي في الفيلم القصير ديوك أوف جروف، وحصل بعده على أدوار أخرى في أعمال ناجحة مثل The Ice Storm و Deconstructing Harry، لكن المنعطف الأهم في مسيرته كان في عام 2002 عندما اختارته مارفل لأداء شخصية الرجل العنكبوت، حيث تلقى عنه $4 مليون، كما حصل على $17,500,000، بالإضافة إلى 5% من إيرادات شباك التذاكر لأدائه الدور في النسخة الثانية، و$15 مليون بالإضافة إلى 7.5% من شباك التذاكر للنسخة الثالثة، ما جعله ينضم إلى النجوم الأعلى أجراً في هوليوود آنذاك. أثناء ذلك كان توبي قد اخترق سوق الإنتاج مع إنتاج عدة أفلام مثل 25th Hour و Whatever We Do و Sea Biscuit، دون أن يتعارض ذلك مع مسيرته التمثيلية، حيث حققت بطولته لفيلمي Brothers و The Great Gatsby أصداء إيجابية، كما نجح في تقمص أدوار شخصيات حقيقية كما في فيلم Pawn Sacrifice وفيلم Babylon. قدم توبي خلال مسيرته ما لا يقل عن 48 عملاً، ما أهله لنيل العديد من الجوائز لأفضل ممثل مثل سينيوفوريا أورد وساترن أورد، وأيضاً جائزة جمعية نقاد السينما في تورنتو، كما جمع ثروة تقدر $100 مليون بعد أن كان في يوم من الأيام يحلم بأن يجد وظيفة ليعيل نفسه.